بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليدي. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتطرق إلى فحص بعض من يرقات البعوض ونتأمل شكلها والتشريح الخارجي. ابتداء نحتاج إلى العينة مثل ما تلاحظون. طبعا جالس أسوي دراسة كاملة في يرقات البعوض على تقريبا 2000 يرقة عينة الدراسة. نحتاج نحط اليرقات في علبة بسيطة مع ماء بسيط، وأيضا نحتاج إلى إبرة مثل ما تلاحظون، إبرة يعني صغيرة جدا لنأخذ العينة. نحتاج قفازات، ونحتاج إلى منديل مثل ما تلاحظون، ونحتاج إلى شريحة مستطيلة مستطيلة الشكل. أيضا في الدرس السابق التي تكلمت فيه كنت أضع شريحة صغيرة مربعة. طبعا في هذا الدرس لا نحتاج هذه الشريحة الصغيرة، نحتاج فقط هذه الشريحة المستطيلة مثل ما تلاحظون. نأخذ عينة بعد ما نلبس القفاز. نأخذ عينة بس بيخرج الماء الموجود. أخذت العينة، ممتاز، بس أحاول يعني أنزل اليرقة قليلا لكي تنزل. جميل، مثل ما تلاحظون حطيت شسمه اليرقة. نحاول نقلل من نسبة الماء في الشريحة. لكي لا تتحرك العينة نضعها تحت المجهر. مثل ما تلاحظون هذه العينة راح نبدأ من الرأس. مثل ما تلاحظون هذا الرأس شبه بيضاوي يشبه البيضة. هنا يوجد قرون استشعار اليرقة مثل ما تلاحظون، عليه شعيرات صغيرة جدا. هنا أعين اليرقة، هنا أيضا أعين اليرقة مثل ما تلاحظون. هذه المنطقة نحاول نكبرها، نحاول نتعمق قليلا.
مثل ما تلاحظون هنا هنا عين هنا عين هنا عين مركبة هنا عين مركبة. طبعا أعين المركبة عددهم بالآلاف. هنا أيضا مثل ما تلاحظون في شعيرات جبهية. هنا أيضا في مثل ما تلاحظون أشياء صغيرة جدا يسمونها العلماء فرشاة غذائية لأنها تقرب الغذاء. هنا الصدر مثل ما تلاحظون عليه شعيرات صدرية. هنا البطن راح نحط نسبة بسيطة من الماء علشان تعدل حركتها. طبعا حصل لها إصابة بسيطة في سحب العينة. طبعا مثل ما تلاحظون انفجر هذا طلع من بطنها بس ما زالت اليرقة حية مثل ما تلاحظون تتحرك. نحاول نعمق قليلا. مثل ما تلاحظون هذا البطن وهذا الأعضاء الداخلية. طبعا المفروض داخل البطن بس بسبب سحب الماء واليرقة حصل له ضغط بسيط على البطن وإخراج بعض الأعضاء التي توجد داخل بطنها. مثل ما تلاحظون هذه الشعيرات. مثل ما تلاحظون هنا في شعيرات أخرى اسمها هذه المنطقة اللي توجد فيها خياشيم شرجية. مثل ما تلاحظون هنا أيضا في صمام يخرج منها الطعام. الشعيرات التي توجد في آخر اليرقة مثل ما تلاحظون هنا اسمها خصل ظهرية. مثل ما تلاحظون خصل ظهرية توجد آخر خلف الحشرة جنب الحراشف الشرجية. مثل ما تلاحظون نحاول نكبر في هذه المنطقة. مثل ما تلاحظون تتحرك هذا البطن من هنا. إن شاء الله في الدرس الثاني راح نتعمق أكثر في اليرقة ونشرح الأعضاء بتفصيل أكثر ونبين الأعضاء في المجهر البيولوجي الأعضاء أكثر. طبعا هذا مجهر تشريحي يعني متوسط لعرض بعض العينات بس إن شاء الله المجهر الآخر بيكون مجهر بيولوجي قوي جدا نقدر نعرض العينة بشكل ممتاز في الدرس الثاني إن شاء الله.
إن شاء الله نشوفكم درس لاحق، أتمنى تستفيدون من هذا الدرس، تتعرفون على بعض من أنواع اليرقات الخطيرة طبعا مثل ما تلاحظون. هي أحد أسباب أمراض كثيرة جداً.